بما انه نحن على ابواب سنه جديده فيمكن كل حدا فينا عنده مجموعه من الخطط والافكار يلي ناوي ينجزها، واكيد هي الخطط والافكار عم تكون موجوده من بيناتها لازم تكون المرحله المهنيه على الصعيد المهني. يمكن ببدايه اي عمل كل حدا بيكون عنده هدف انه يحصل على منصب معين او يكتسب خبره بالمجال اللي بده اياه، ولكن لبعدين بصير يتساءل بيقول يا ترى انا لايمت رح ضل هيك، كيف ممكن اطور من حالي ومن قدراتي ومعارفي بعيدا عن النمطيه والتكرار والاحتراق الوظيفي. رح نعرف اكثر مشاهدينا عن أهمية التطوير الوظيفي برفع إنتاجية الفرد والمؤسسة بشكل عام، وقدي ممكن يخلق بيئة عمل إيجابية وإنتاجية وتنافسية. معلومات كتير مهمة مع ضيفتنا اللي صارت معنا ضمن الاستوديو الاختصاصية بعلم الموارد البشرية شيرين قسومة. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا. أهلا فيكم. صباح الخير أستاذة شيرين. صباحك. بعد زمان يعني اشتقنا لك. اشتقنا للنصائح يلي بتقدميها هيك من كل قلبك، إنه لكل الأشخاص اليوم انه ما يضلوا واقفين بمكانهم، حطوا حلم، حطوا هدف. صحيح. حطوا طريق وخطط تمشوا عليها لحتى تكبروا اكثر، تتطوروا اكثر، تصيروا قادرين على فعل اشياء، يعني انجاز. ما في احلى من الانجاز اليوم. صح. ما له وقت محدد. صح. خلينا نقول بيزبط بكل الاوقات وبكل يوم. خلينا نحكي عن اهميه هذا الموضوع اليوم بالنسبه للشخص او حتى للشركه اللي بيشتغل فيها. هلا هو المسار الوظيفي او الكارير باث او السكسيشن بلاننج هن التعابير اللي يستخدموا بعلم الموارد البشريه اللي هن لهم علاقه بالتطوير المهني والمسار الوظيفي. المسار الوظيفي والتطوير المهني ما بيصير باتجاه واحد، ممكن يكون باتجاه شق عمودي او افقي، وكثير مهم انه يكون في تشاركيه بالفكر بين الموظف ومديره المباشر والمؤسسه اللي بيكون هو فيها. هي عمليه ما بتصير من طرف واحد، هي عمليه تشاركيه. يعني انا لازم يكون في عندي تصور مثل ما قلتي عفاف انه انا شو حابب اعمل وين لازم اكون بالمستقبل وشو الخطه تبعي. اثنين، مديري لازم يكون في عنده تصور انه هذا القسم كيف بده يكبر، كيف بده يتطور، كيف بدنا نغير توزيع المهام، كيف بدنا نطور مهام وانتاجيه القسم بما يتناسب مع فكر المؤسسه ككل. هالمؤسسه شو اهدافها خلال سنه واثنين وثلاثه وخمسه، وشو المطلوب مننا كقسم. نحن حكينا على التقييم قبل كانتاجيه، فشو مطلوب منا كانتاجيه، فشو لازم نطور مهاراتنا والهيكل التنظيمي تبعنا لنقدر نحقق اهدافنا اللي هي لما بتتحقق عم ترتقي مثل ما حكينا فرد ومؤسسة وبالتالي وطن. المهم كتير الموظف يعرف انه هو في عنده دور مهم وفاعل بتطوير ذاته، وانه هو ما يترك فقط الدفة لمديره المباشر او للمؤسسة ويزعل لما ما بيحصل على الترقية. هي من الطرفين بدها تكون. انا فكر شو ناقصني مهارات وشو لا ناقصني اشياء لازم اتعلمها، والمدير تبعي يضوي على نقاط القوة عندي والنقاط الإيجابية يلي عندي، ويفكر كيف بيقدر يستغل هالنقاط الإيجابية بالإنتاجية وكيف يقدر يبني عليها. أوقات بكون في عندي الرفاهية تبع التطوير والترقية، فبقدر أنا أوعد الموظف أو رقيه خلال سنة أو سنتين. أوقات بتكون حجم المؤسسة صغير أو مضغوطين بأعداد الموظفين وما عندي قدرة أني أنا رقي الموظف أو أعطيه منصب أعلى. هون بتخلق فكرة الشاقولي والأفقي. إذا أنا اليوم مو قدران أعمل الموظف مشرف أو المشرف نائب مدير، مبدئياً أنا لازم طور له توصيفه الوظيفي والمهام اليومية اللي بيعملها لحتى يكون في عنده تحدي يومي يزيد من مهامه الوظيفية، وبالتالي يصير في عنده حافز ليشتغل أكثر. فبعرض له المهام تبعه، بعرض له قدرته على اتخاذ القرار، بغير له بالتوصيف الوظيفي تبعه، بصير في عنده تحديات يوميه، وانا كمدير مباشر واجبي راقب ادائه خلال التعديل اللي عم يصير على مهامه. كيف عم بيكون تحت الضغط؟ كيف عم بيكون باداره الافراد؟ كيف عم يشتغل ضمن فريق؟ كيف عم يقدر ياخذ قرار؟ شو الهامش تبع الخطا تبع اتخاذ القرار؟ تمام؟ وهون بلش ابني على الشخصيات. المفروض المؤسسات المهمه، مدير الموارد البشريه والادارات العليا، تكون في عندها قوائم
بشيء بسموه الستارز، النجوم. مين الناس الأهم بهالمؤسسة؟ مين الناس اللي عم تنتج أكثر واللي هي عندها قيمة مضافة بشكل يومي؟ أو شو هي المناصب الأكثر خطورة وتأثير واللي هي عندها عامل ندرة بالسوق السورية مثلاً؟ اليوم مثلاً بقولكم أنا لما كنا عم نحكي مرة على الذكاء الاصطناعي والمهارات اللي حتتغير مثلا هلا بقول لك المعلوماتيه الاي تي مثلا، هدول من مهارات اللي مو بسهوله في ندره بسوق العمل السوريه. معناتها انا بدي اعرف مين هن الستارز اللي عندي المهمين، وشو هي المناصب اللي عندي الخطره يلي يمكن عنده قدره على يمضي، عنده صلاحيات بياثر بسير العمل، وشو هي المناصب يلي صعب تعويضها في حال صارت شاغرة. يعني أنا ما عندي الرفاهية إنه إذا اليوم راحت عفاف أو هايدي إنه أنا بسهولة أقدر عوض هالشاغر، تمام؟ هي كل المعايير بتدخل بشيء اسمه خطة أحلال وتعاقب. شو يعني خطة أحلال وتعاقب؟ بحط أنا هدول المعايير كلها وبلش أفكر إذا اليوم شيرين مرضت شلون بيمشي الشغل إذا كان هذا المرض طويل الأمد، أوكي؟ مين بيقدر ينوب عنا، تمام؟ إذا أنا اليوم قررت شيرين تتركني لأي سبب من الأسباب، لازم يكون في نائب لشيرين ولا بديل عن شيرين؟ الاثنين. هي الخطة بتكون على الشورت الميديوم ولونج، يعني على الزمن القصير لست فراغ طارئ، أو على الزمن المتوسط، أو على الزمن الطويل إنه شيرين بشكل طبيعي طلعت تقاعد. صحيح. تمام؟ فأنا دائماً الأوطان والمؤسسات لازم يكون دائما في شيء اسمه خطة إحلال وتعاقب. مين بيقدر يحل محلي على المستوى القصير، على الشكل طارئ، على المتوسط وعلى الطويل؟ وهي بتشوفيها بالأعمال الفنية، بالسياسة، صحيح، بالأحزاب، بالمؤسسات، بكل أنواع الأعمال لازم يكون في ناس عم تتدرب لتحل محل الناس الثانية. ولازم يكون صاحب العمل واعي، لأنه ممكن أنا كمدير موارد بشرية إذا ما عندي ثقة بنفسي وما كنت إيجابية ممكن أعيق عملية تطور الناس يلي هنن ريبورتينج لألي. خاف من تحضير البدائل والشركة كمان، تمام؟ فالشركة بدها تكون واعية إذا كان المدير غير واثق من نفسه وعم يعيق تحضير البدائل أو عم بيفرغ دائرته من الكوادر الكفوءة لحتى يكون هو الوحيد القادر على إدارة العمل. هذا ناقوس خطر، يعني عم يخلي المعلومة محصورة فيه، وعم يخلي هالمؤسسة إنه إذا هو كان ماله موجود تتأثر إنتاجيته، وهذا شيء كتير بيسيء للعمل وخطر كتير. تمام. أستاذة شيرين، دايما بنسمع بسوق العمل أو بعديد من الشركات مصطلح الرضا الوظيفي. نحن شو بنقصد فيه اليوم وكيف نحن قادرين نطبقه بشكل صحيح؟ ليكي، هو عامل الرضا الوظيفي بيندرس بالموارد البشرية وبينعمل له استبيانات، بس هو الحقيقة كذا عامل بيدخل بالرضا الوظيفي. بيئة العمل، يعني إذا نحن اليوم قاعدين كنا عم نحكي تحت الهواء مرتاحين بالكراسي اللي قاعدين عليها، دفيانين أو بردانين، مثلا رضيانين عن الديكور تبع المكان، رضيانين عن الرواتب والمزايا والمنافع اللي نحن عم ناخدها، هل نحن عنا تأمين صحي أو ما عنا؟ بيجي بعد منا كتير مهم نرجع على نفس النقطة اللي اليوم عم نحكي فيها، المسار الوظيفي. صحيح. هل أنا اليوم كمذيعة بالإخبارية أنا سعيدة بالإطلالة، سعيدة بالمكان اللي أنا موجودة فيه، سعيدة باللبس اللي عم ينعطالي، بالميك اب اللي عم ينعمل لي، بالصورة اللي عم بظهر فيها؟ طيب هل أنا اليوم في خطة لتطويري؟ إذا أنا جعبالي ما تم بس مذيعة بالإخبارية السورية، خلينا نقول أنا جعبالي أدخل بالإعداد أكثر، جعبالي يكون في عندي قيمة مضافة على البرنامج اللي هو الأكثر مشاهدة، خلينا نقول الصباح الخير. شو الأشياء مساحة الحرية اللي منعطيت لي لأعطي أفكار لطور من حالي؟ عم ينعمل لي دورات بالتقديم بلغة الجسد، بتون صوتي كيف عم ينعطى؟ عم ينعطى لي دورات أني أقدر روح سافر على بلد تاني شقيق، أقعد باستوديو تاني شوف كيف بيشتغلوا مثلا؟ هل أنا مسمح لي فكر خارج الصندوق وأعطي أفكار، برجع بقول لك لها البرنامج، وأدخل شوي بالإعداد؟ هل فيني أحلم
انه يوم من الايام يكون في عندي ريبورتاج خاص فيني بعده من A to Z، وامتى بحق لي احلم، وهل فيني اعرف شو المهارات اللي بتنقصني لحضر حالي خلال سنه 3 4 5 ليكون عندي برنامجي الخاص؟ كل هدول اذا فكرتي فيهم بيعملوا الرضا الوظيفي لوظيفه مذيعه مثلا، اوكي؟ فكل مكان هو الامان الوظيفي، الراحه النفسيه بالمكان اللي انا قاعده فيه، من ابسط الامور من الكرسي اللي قاعده فيه للتدفئه للتكييف لاناقتي للتعويض المالي اللي عم يجيني لقدرتي على تطوير مهاراتي لحلمي. قد ايه مهمين وبيزيدوا من الانتاجيه اليوم؟ 100%. يعني هادي اليوم سالت سؤال جدا بمحله يمكن بفيد كل الاشخاص، ما في حدا فينا ممكن يفكر فيه. شافي منك يا شيرين، لانه ليك اليوم نحن بدي اقول لك شغله، اليوم اذا ما في رضا وظيفي عند اغلب الاشخاص بيشتكوا من بعض المشاكل يلي موجوده، اكيد ما حدا او نادرا ما تلاقي حدا وصل لهي المرحله من الرضا الوظيفي. طب نصيحتك لهدول الاشخاص شو ممكن يعملوا؟ يتركوا الشغل والمجال يلي هن بحبوه، ولا كيف ممكن يتطوروا من حالهم اذا كانت السبل او المقدرات هي الشركه غير متاحه للتطور او لحتى تساعد هذا الشخص ليوصل للرضا الوظيفي؟ اهم شيء نعرف انه نحن المسؤولين الاوائل عن مسارنا الوظيفي. ما حدا حيجي يزقف لنا لحاله وينقل لنا رجلنا للدرجة الأعلى غير أبونا وأمنا أو أستاذ راقي بمدرسة أو جامعة مؤمن برسالته. عامل يعني عالم الأعمال مختلف. إذا أنت ما لمعتي وصرتي بهدول الستارز وأجبرتيهم يشوفوكي كشخص عندك شيء مهم ولامع، واذا هن ما قدروا يستفيدوا منه حيكونوا خسرانين، ما حدا حيندار علينا، اوكي؟ بالذات ببلدنا بظروفنا الاقتصاديه الصعبه، بقدرتنا على التطور شوي مسؤوفه نتيجه كثير ظروف حوالينا قاهره، تمام؟ نحن ما لنا بحاله استرخاء اقتصادي وسياسي والشغل باحسن حالاته، فالتطور مفتوح للجميع، فنحن نقدر نتطور بسهولة مثل ما كنا قبل الحرب وقبل الأزمة. نحن نبذل جهد إضافي لحتى نلمع ونطور مهاراتنا ونفكر نحن وين نقاط القوة عنا. لما بنسمع صوت الإطراء الحقيقي من ناس بيحبونا صادقين، وين صوت الإطراء عم بيكون؟ هل على إطلالتنا، على صوتنا، على لغة جسدنا، على مهاراتنا اللغوية، على مهاراتنا تبع الكمبيوتر؟ تمام. وين نقاط الإيجابية اللي عم تجينا؟ هون منركز ومنبلش نطور حالنا ونرسم لحالنا مسار. إذا تلاقى مع الشركة منتم معها، إذا ما تلاقى مع الشركة نطلع خارجه. طيب خلينا بسؤال اخير وختامي. اليوم يمكن في كثير من الاشخاص بتبقى بعملها او اي مؤسسه هي موجوده لسنوات طويله، سنوات عديده، بتلاقي نفس الافكار، نفس الامور اللي هي عم تشتغل فيها. طيب هل هذا الشيء احنا ممكن نسميه الاحتراق الوظيفي ام ممكن يفرق؟ اذا كان المدير المباشر ما عنده الوعي ينتبه انه انت فقدتي الشغف وعم تعملي نفس الشغل لسنين طويله، وانه ما عدتي تعلمتي شيء جديد، وانه انت بعدك صرتي ممتازه بمكانك صحيح. بس انت واقفه بارضك، لازم يكون عنده الوعي يعمل لك اللي قلت لك اياه اللي هو افقي. انه الترقيه يعني مو ترقيه، انه انا اذا انا ما عم بقدر رقيقي انه انا اعطيكي مهام اضافيه طور لك مهاراتك وعلمك شيء جديد، وانت لازم تجي لعندي تقولي لي انا اكتفيت تعلمت كثير وما عم بتعلم شيء جديد، عطيني شيء ثاني اتعلمه. يعني الطرفين، الموظف يلي مل واحترق بارضه وما عاد اتعلم شيء جديد مسؤول، والمدير لازم ينتبه انه انا صار لازم هذا الزلمه حتى ما اخسره ان كان موجود عندي وما عاد انتج او تركني لانه مل، لازم اعطيه مهارات جديده ومهام جديده يعرض كتافه فيها ويتعلم اشياء جديده. يعني كانت فقره غنيه جدا بالمعلومات والنصائح يلي قدمتيها حضرتك استاذه شيرين قسومه، شكرا لوجودك ولكل هي النصائح والمعلومات يلي قدمتيها. اهلا وسهلا. شكرا لكم، وان شاء الله دائما مساراتنا الوظيفيه بتطور دائم ان شاء الله يا رب. اكيد بنتمنى، بنشكرك كثير استاذه شيرين على كل الافكار يلي قدمتيها، واكيد بنتمنى الكل يكون استفاد سواء يلي عم يشتغلوا او عم يدوروا على فرصه عمل. اهلا وسهلا. ميرسي، شكرا كثير لكم، صباح الخير.